حبيبي كيف حالك؟ هيجي بالله يا شباب، دقيقة يا شباب دقيقة، بس مدي الصوت واضح ولا لا؟ قلت له عنك، قلت له عن هذول يتابعوني، انا ما ادري ايش السالفه. قال لي دخلني معاه جيم، قلت له قاعد العب انا على شوف صوت ولا عندي والله. دقيقه يا شباب، والله ما ادري الصوت واضح مو واضح. عبودي النزول عندك ترى. أرسل دعوة بسام، أرسل دعوة. شوف في صوت ولا في صوت؟ روح روح. في صوت ولا في صوت يا البث المباشر؟ لأني ما أدري في صوت ولا ما في صوت. بالله تكلمي. عشان اعرف، عشان ما اقفل البث، لان اقفل البث عشان الصوت يطلع. قولوا لي في صوت ولا ما في صوت؟ انت سيف عندك يا بسام؟ ان شاء الله في صوت، بس يا الله تضبط الامور يكون في صوت. يلي في البث المباشر في صوت ولا ما في صوت؟ جيت النزل معانا يا عيال، انتبهوا. وين وين وين؟ في الجهة هذه. الله يلعن ام السالفه. اوكي تمام، لاني انا ما اسمع الا الشباب اللي عندي في اللعبه، فعشان كذا استغربت، لكن الحين تمام. اوكي عشان صوت اللعبه شباب ترى ما اسمعها، فعشان كذا قبل شوي مت، لاني هذولك يطلقون والله ما سمعت ولا طلق نار، ما اسمع شيء. هذا مشكلة البث المباشر، لأني ما ضبطته صح. شو الحين يطلقون ما اسمع. فين فين عمر كبير؟ عمر كبير؟ اي شوف من فوق. من وقته؟ هنا يا اخي. بشن عليه بشن عليه. هم أربعة بسام، انتبه دقيقة اصبر. ما معي قدر يا عيالنا. في البيت ده؟ ده ما جاني كل. اي بيت اي بيت سويني من القاعد. جاء علينا؟ ما ادري، شفت كان يفتح قلب البيت.
ادري ليه. والله انا دمجت واحد طول دم واحد يفك الباب يا فينك يا عبود؟ في السطح في السطح انا فينك يا بسام؟ لا ورا انا ما خلي كبر الله يعني ابو مو وراي انا عبد الله مو وراي عبد الله طيح حلال شكله الله يهديك يا عبد الله هاي بالسم الله يعين على ابوك شوف داخل عليهم يا اخ وينك اخوياي استغفر الله يا اخويا وين حرام عليك بعد ايش حرام عليكم مش كذا الصوت يا والله صوت اللعب ما اسمع عشان كذا والله الصوت اللعب له دور صوت اللعب له دور ما اسمع شيء حرام عليك يا عودة والله حرام عليك اوه خويي نسيت اقوم ايش بسام قفز بعد ايش بيقفز خويي مات فوق الله والله يا اخي ايش انا فنشت واحد فنشت اثنين عيال ترى اوكي والله يا اخي قهرني يا اخي قهرني باقي واحد عاد قهروني الشباب انا بشيت يعني مو وراي انتم في واحد خش مو وراي يعني ليه ما تسوون محماه يعني خلاص كل شيء احموني يا اخي والله حرام يا اخي قلت انتم قلتوا بش حرام عليكم والله فنشت اثنين يا اخي حرام والله قهروني يا اخي اول شيء قهر حاجتين وش الحاجتين الحاجه الاولى اني لما العب ما اسمع اللعبه اللعبه نفسها ما اسمعها هذا اول شيء يعني ما اسمع اللي يتحرك ولا ادري ما اسمع صوت طلق النار ما اسمع شيء في اللعبه نهائيا ما اسمع شيء حتى اخويا الحين يتكلمون ما اسمعهم قاعدين يلعبون ما اسمع الشيء الثاني في واحد جنبك يا اخي ذا بوت يا اخوي والله بوت الشيء الثاني لما انا بشيت بسام في واحد كان ورا يطلق يعني عندهم جيتهم من ورا المفروض انهم يعني المفروض انهم قتلوا يعني حرام عليهم نشوف كراتين مجمع عند الباب والله بوتات قهر والله شوف الحين يتكلمون ما اسمعهم واللعب اصلا ما اسمع ولا شيء فيها قهر والله قهر لما تموت على طول دقيقة نكلم أخويا الو يا اخي ما ادري ان في واحد وراي انتم وراي ليه ما تحموني انا شوف لما انا دقيت واحد فوق البيت طيحته وبسام طيح واحد وجالس وانتم جالسين تصحونه فانا دخلت كان فانا دخلت البيت بقي واحد بس وفي واحد وراي ما انتبهت له عندكم ايوه لا جو واحد انا جو واحد مو ورا من عندكم اطلق عليه من عندكم مش كان الحين ما اسمعكم ترى لما في اللعب ما اسمعكم قفلت اللعبه رجعتها ما اسمعكم حتى صوت اللعب ما اسمعها انت ايش انت حين باقي تلعبون انتم انا باقي اتفرج بسام ودوله طيب هذا رقم 4 منو ذا خلاص جل اسمع تخشون دق علي جنا ايوه كنت اكلم خويي هذا خلني اطلع والله قهر لكن يلا قهر قسم بيت الله والله يا اخي عود الحين يقول طلع يا شباب شوف هذا هو كنت اكلمه يقول طلع شوف حتى ما موجود الظاهر لكن هذا هو عودة غريب انا ما اطلع لكم انا دقيقه خلونا نشوف الصوره اللي اعطوني اياها يعني هذا الاي دي حقي خلنا نشوف اي دي اخبر عود انه يضيف كصديق خلاص خلني بكلمه بس مش كان انه طلع هو هذا هو الاي دي حق عوده لكن الاي دي حقي غريبه ليه ما تقدرون تضيفوني ليه ما تقدرون تضيفوني 5 2 9 8 4 0 1 5 8 1 بس مش يا اخي اللعبه ما بصراحه اللعبه ما تنفع بدون صوت اللعبه لازم صوت اللعبة
لا لازم صوت اللعبة وكذا، ما ينفع إذا نلعب بدون صوت اللعبة، ما ينفع مرة ما ينفع. أقدر أوصل لك غير من هذا النت؟ أنت ما هتطلع والله ما أدري. خلاص أنا بحط، ما في إلا نحط إيش دقيقة، إيش كان حاطة الاي دي حقي حاطة في اليوتيوب، لكن والله ما أدري كيف. أصلا أنا بقفل البث حق الببجي هذا لأني ما بطول فيه، لأن لازم أغير عندي الإعدادات حقت البث. أنا غلطت، المفروض إني أغير إعدادات حقت البث أعدلها من أول، يعني خليني إن صوتي يطلع، يطلع صوتي مهما لو شغل مايك، فما عدلتها حتى إني أبغى الاشتراك ما أدري كم، لكن بسويه بعدين. خلونا الحين نتكلم في موضوع آرك سيرفايفل. عموما شباب عشان بقفل البث الحين، انتم لا تضيفوني بالاسم، ضيفوني بالرقم، الرقم الاي دي. شوف الرقم الاي دي هنا 529 مكتوب اي دي فوق الزاوية فوق الصورة حقتي، ضيفوني بالرقم لا تضيفوني بالاسم. الاسم انا مصغرة ترى، مسوي لي حروف كذا صغيرة. انتم ضيفوني بالرقم، ضيفوني بالرقم. شوف هذا 529 4 0 1 5 8 1، وانا حاطه في اسفل المقطع حق البث. ضيفوني وبنلعب ان شاء الله بكره، بسوي بث انا ببجي موبايل، لكن حاليا بقفل البث. والله ما ادري اجل انا ما عندي اجل اني اسوي جروب لاين، افضل جروب لاين وتحطون الاي دي حقتكم ونلعب سوا. الشيء الثاني بقفل البث حاليا، بعد نص ساعه كذا او نص ساعه ان شاء الله الناس اللي حملت لعبه ارك سيرفايفل راح نخش سوا مع بعض. الناس اللي حملت لعبه ارك سيرفايفل نخش مع بعض ونلعب مع بعض، فخلوكم يعني قريبين من البث يعني. فعد زل بلعب معاك، والله بلعب معاك يا لوردس اسمه مياس، بلعب معاك ورب الكعبة، لكن حاليا اليوم تعرف البث عندي ابو كلب، صعب اني العب في ببجي، صعب اني العب. انا اتكلم تسمعون انتم، لكن انا ما اسمع شيء في اللعبه، ما اسمع صوت اللعبه، فما اقدر العب، بكون غشيم كذا، بكون زي البوت، ما اسمع طلق النار، ما اسمع اخوياي يقول لي ان في هنا عدو، ما اسمع شيء. فلازم اني اعدل الاعدادات هذه، عشان لازم اشترك، واشتراك الحين ما يمديني اليوم، لازم بكره عشان اروح اشتري وزي كذا. فبكره مره واحده بنلعب سوا ان شاء الله، بكره باذن الله، بكره جمعه وبعدين يوم السبت نلعب ان شاء الله على العصر، ونسوي بث من المغرب الين الساعه 12 الليل، 6 ساعات على لعبه ان شاء الله ببجي موبايل باذن الله. وحط لي واكتب لي الاي دي حقك، اكتب لي اياه في السناب عشان اخش في السناب اليوم واضيفك فيه، اضيفك عشان بكره على طول اضيفك ونخش سوا. عموما شباب اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. عارف ان طفشكم شوي في البث، الصوت يطلع الصوت يختفي عشان لعبه ببجي موبايل، لكن ان شاء الله باذن الله ان الايام القادمه يعني راح نحسن الجوده وراح نحسن كل شيء، وباذن الله نطول في القناه شوي. زي ما قلت لكم الناس اللي حملت لعبه ارك سيرفايفل، اذا شفتوا البث هذا وشفتوا المقطع هذا بعدين راح اسوي بث بعدين ان شاء الله على لعبه ارك سيرفايفل، نخش في سيرفر واحد ونتقابل فيه، بس اعطوني وقت كذا ان شاء الله اسوي بث مباشر على لعبه ارك، والتوفيق ان شاء الله.